حياكم الله مشاهدينا إلى برنامج الصحافة اليوم، ونتناول فيها كالمعتاد أبرز ما جاء في صحفنا المحلية والعربية التي تطرقت إلى مستجدات الشأن اليمني. أهلا بكم. عدن تايم أوردت العناوين التالية: روايات صادمة، لماذا تنتعش عمالة الأطفال في مناطق سيطرة الميليشيات؟ الميليشيات تواصل إجراءاتها التعسفية بحق التجار وأصحاب البسطات والباعة المتجولين. جريفيث ولوليس جاردا يرضن اليوم على قادة الميليشيات صيغة معدلة للمرة الثالثة لإعادة الانتشار. 2584 مدني ضحايا الألغام الحوثية، غالبيتهم من الأطفال والنساء. نيوز يمن أوردت العناوين التالية: فيديوهات تفضح الميليشيات، انفجار صعوان، استراتيجية الهروب والتضليل. صنعاء، أزمة مشتقات نفطية خانقة. صرخة الفيد والتأميم. محافظ حضرموت: علاقة وثيقة بين الحوثيين والأخوان، وهذا مخططهما لضرب المناطق المحررة. السعودية تعترض وتدمر طائرة حوثية مسيرة في سماء عسير. وكالة خبر أوردت العناوين التالية: المنظمات التابعة للأمم المتحدة تتاجر بجراح اليمنيين. التحالف يعترض ويدمر طائرة حوثية بمنطقة عسير جنوبي غربي المملكة. التحالف ينفي مزاعم الحوثيين بشأن غارة صنعاء، وفيديو يكشف الحقيقة. اشتداد المعارك في جبهات مريس والعودة، والميليشيات تخفي المعدات الثقيلة. وكالة الثاني من ديسمبر طالعتنا بالعناوين التالية: ضربات جوية تنال من تعزيزة الميليشيا الحوثية في كتاب صعدة. مسام: انتزاع 993 لغما وذخيرة غير متفجرة في الأسبوع الأول من شهر إبريل. ضربات جوية تنال من تعزيزات الميليشيا الحوثية في كتاب صعدة. الشرق الأوسط طالعتنا بالعناوين التالية: حرب حوثية ضد التجار والباعة المتجولين. تصعيد للميليشيات في الحديدة يستبق وصول جريفيث إلى صنعاء. الجيش اليمني يحول اتجاه المعارك إلى جبهات الضالع وإب. السعودية لتدريب قطاع التعليم الفنية في اليمن. البيان الإماراتية أوردت العناوين التالية: اليمن يدعو مجلس الأمن إلى الضغط على الحوثي. المبعوث الأممي يصل إلى صنعاء لإنقاذ اتفاق ستوكهولم. سوف نتحدث في هذه الحلقة حول ما يقدمه جريفيث ولوليس جارد من عرض على قادة الميليشيات للمرة الثالثة من اتفاقية معدلة. سوف نتحدث أيضا عن تحويل اتجاه المعارك من قبل الجيش اليمني إلى جبهات الضالع وإب. ومعي في الاستديو الصحفية صالح الصريمي، ومعي عبر الهاتف المحلل العسكري جميل المعمري. أذهب إلى فاصل ثم أعود. ولبداية الحديث معي في الاستديو صالح الصريمي. مساء الخير صالح. مساء النور، حياك من أختي. نعم، لوليس جارد وجريفيث عرضان خطة معدلة على قادة الميليشيات، قراءتك؟ بالنسبة للخطة المعدلة من قبل مندوب الأمم المتحدة ليست جديدة، يعني بصراحة يعني كثرة التعديلات وكثرة التردد على صنعاء على الحوثيين، وبالتالي سواء أنا من وجهة نظري يعني كمتابع يعني لما يحدث، وأيضا تحركات مندوب الأمم المتحدة إلى صنعاء، أعتقد أنه ما فيش فائدة حتى لو عدل لو حصلت حتى عدة تعديلات للحوثيين. أعتقد أن الحوثيين يعني غير جادين في مسألة حل ملف الحديدة. نعم، إذا كان الحوثيين غير جادين في حلحلة ملف الحديدة، برأيك هل الاتفاقيات المعدلة، ثلاث اتفاقيات معدلة لحد الآن، ما هو النتيجة طيب؟ يعني النتيجة، نتيجة هذه التعديلات هو يعني إعطاء أكبر فرصة للحوثيين للاستعداد والمماطلة، بس المستفيد من المماطلة هذه والتعديلات التي يعني تأتي من قبل مندوب الأمم المتحدة، المستفيد منها حقيقة هو الحوثي. وبالتالي أعتقد على الحكومة
أن وأيضا التحالف أن يضغط على الأمم المتحدة بحسم هذا الموضوع، يعني كثرة المماطلة والتسويف والتعديلات هذه يعني تؤدي إلى تمييع ملف الحديدة، يعني يصبح ملف مائع، والمستفيد من تمييع هذا الملف طبعا هي الحركة الحوثية طبعا. طيب كيف تقرأ في ظل ما يقوم به المبعوث الأممي غريفيث من الذهاب إلى صنعاء لمحاولة إقناع قادة الميليشيات، تقوم الميليشيات بالمقابل بالتصعيد في الحديدة؟ التصعيد الموجود في الحديدة هم يعني يريدوا من يعني الضغط على مندوب الأمم المتحدة أن يقدم تنازلات أكثر، وحتى لو مندوب الأمم المتحدة والمتحدة قدمت تنازلات أكثر وعملت تعديلات جديدة على ما يعني على التعديلات الموجودة حاليا، فأعتقد أنه هذه وسيلة من وسائل الضغط التي تقوم بممارستها جماعة الحوثي مش من أجل الحصول على نتيجة أو تعديل الاتفاقية، وإنما من أجل إيش؟ من أجل يعني ظاهرها المطالبة بالتعديل أو بتعديل ما هو موجود، وباطنها حقيقة هي المماطلة والاستفادة من الوقت لإعادة ترتيب صفوفها. نعم، أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف المحلل العسكري جميل المعمري. مساء الخير. مساء النور أخت نجراس. نعم، بالنسبة الآن لاتجاه تحويل المسار المعارك إلى الضالع ودمت، كيف تقرأ ذلك من الناحية العسكرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لتحويل المعارك باتجاه الضالع، نحن لاحظنا في الفترات الأخيرة كان هناك سحب للمقاتلين من أغلب الجبهات وإخماد جبهات حقور التي بدأت بانتفاضة قبلية كبرى كانت ربما تؤدي إلى زحزحة الموقف وإشعال بقية القبائل في كل مناطق الجمهورية، لكن استطاعت الميليشيات مع صمت مطبق من قبل الحكومة اليمنية وبالذات الجيش الوطني الذي كان على مقربة كبيرة من أبناء حجر وصمته عن المجازر التي ارتكبت هناك، استطاع بعدها الميليشيات الحوثية من استرداد أنفاسها وإخماد ثورة حجر، والتوجه الآن باتجاه الضالع. الآن هم يحاولون نقل المعركة إلى الضالع بعد أن أيقنت تلك الميليشيات أن هناك من يدافع عنها في الحديدة وأن هناك مجتمع دولي استطاع أن يوقف معركة تحرير الحديدة. هذه كلها أدت في مصلحة الميليشيات وأدت إلى تحرك الميليشيات باتجاه إخماد بقية المناوئين لها مثل جبهة الضالع التي كان لها الفضل الكبير في دحر الميليشيات من الجنوب ابتداء من عدن انطلاقا إلى لاحق وصولا إلى الضالع، وواجهت الميليشيات في فترات ماضية، ولا تعتبر الميليشيات أن لها ثأر كبير في هذه المنطقة وهي المنفذ الرئيسي للدخول باتجاه اللاحق وصولا إلى قاعدة العمد، القاعدة الاستراتيجية الكبرى التي يطمع الحوثيين في الوصول إليها والتي حاولوا بمرات عديدة الوصول إلى هذه القاعدة سواء باختراقات عبر مديرية حيفان في تعز أو الآن يحاولون الضغط من الاتجاه الشمالي من اتجاه قاطبة واتجاه مريس باتجاه العود وصولا إلى الضالع، ومنها سيتجهون إلى العمل. لكن أنا في وجهة نظري أن الآن تحرك قوة التحالف بشكل كبير خلال هذه الأيام ومساندتهم لأبناء الضالع والألوية المتمركزة هناك والتي انضمت إلى المقاومة الوطنية في الضالع ستؤدي إلى دحر الميليشيات، وأدت أيضا إلى استرداد العديد من المواقع التي استطاعت الميليشيات إسقاطها بسبب بعض الخيانات التي مورست في المنطقة والتي سلمت للميليشيات بعض المواقع تسليم جبان لم تصمد، ولكن كان هناك بيع وخيانة من قبل بعض العملاء لهم في المنطقة. الآن أبناء الضالع يعني يثورون وهناك حشد شعبي كبير وتوجه كبير لاسترداد المواقع التي سقطت ولم يتبقى إلا القليل، وسيكون هناك وستنتقل أعتقد المعركة باتجاه العود منها إلى النادرة والسدة وباتجاه المناطق الشمالية. نتمنى من دول التحالف الاستمرار في دعم القوات المتواجدة في الضالع عبر الغطاء الجوي المتواصل، نتمنى أيضا من الجيش نعم. هل برأيك هل سوف يكون هناك تكرير لسيناريو حجور في الضالع، خصوصا الآن تقوم الميليشيات بالتحشيد إلى هذه الجبهة بالذات؟
طبعا الميليشيات هي تسعى بكل قدراتها وإمكانياتها العسكرية أن تقضي على هذا على هذه الجبهة وأن تنتقل إلى ما بعد تلك الجبهة. لكن أنا في نظري حجور تختلف عن وضع الضالع، يعني حجور كانت كنقطة في بحر، كانت محاطة من جميع الاتجاهات بالميليشيات، وكان هناك حصار مطبق. صحيح أنهم صمدوا ما يقارب الشهرين، لكن بجهود ذاتية وبسلاح ذاتي، لم تكن لديهم إمدادات إلا ما قل من قبل الطيران الذي أسقط هنا وهناك في بعض المناطق. لكن الضالع لديها قاعدة خلفية، لديها إمدادات متواصلة سواء من الاتجاه الجنوبي أو من الاتجاه الشرقي. الضالع لديها يعني الوية عسكرية متواجدة فيها، لديها أبناء القبائل المتواجدين والذين ربما يستطيعون إيصال الإمدادات والصمود واستمرار الإمدادات بشكل متواصل، لا تكون المنطقة المفتوحة فقط من المنطقة الشمالية وجزء من المنطقة الغربية، لكن المنطقة الشرقية والجنوبية متصلة بالمناطق التي تقع تحت سيطرة الشرعية، ولا يمكن للميليشيات إطباق الحصار على الضالع. صحيح أنه ربما تتكرر المأساة إن لم يكن هناك إمداد متواصل للجيش الوطني وإمداد للألوية العسكرية المرابطة هناك. ربما إن توقف الطيران الحربي لدول التحالف عن دعم تلك الجبهات فلا نستبعد أن تتكرر المأساة. لكن أنا في نظري أن يعني أبناء الضالع أغلبهم رجال يعني مدربين تدريب عالي، كونهم أغلبهم كانوا رجال عسكريين وأغلبهم من القادة العسكريين القدامى، و لن تكون هناك المسألة سهلة بالنسبة للضالع. أنا أراهن على الضالع وأعتقد أن الضالع ستلقن الميليشيات كما لقنتهم في السابق دروس كبيرة ولن يستطيعوا اجتياح الضالع. نعم، سوف أعود لك الآن، أعود أيضا لضيفي في الاستوديو صالح. بالنسبة الآن لتكرار السيناريو المتوقع المخشي منه من تكرار ما حصل في حجور أن يكون في الضالع، برأيك هل هناك الآن العوامل الجغرافية لمدينة الضالع تساعد على أنه هناك يكون في إبادة للميليشيات الحوثية فيها؟ بالنسبة لجبهة الضالع هي زي ما قال أخونا تختلف عن جبهة حجور. أولا يعني بالنسبة لحجور، حجور كانت 12 مديرية، كانت الحرب تدار في مديرية كشر. نعم. يعني مديرية من 12 أو من 11 من 12 أو 11 مديرية في حجور، في حجور ما هيش مديرية واحدة، وبالتالي كانت الحرب في منطقة محاصرة، وكانت هذه المنطقة تبعد عن أقرب جبهة حوالي 40 كيلو، يعني منطقة محاصرة وفرضت عليها الحرب 20 فرض. كيلو نعم صالح، نعم 40 كيلو يعني تمام، فرضت عليها الحرب فرض واشتد عليها الحصار. والمعجزة مش المعجزة هي في صمود هذه المنطقة تقريبا قرابة شهرين، هذه معجزة ويعتبر نصر لأبناء حجر وليست هزيمة، ولا تعتبر أيضا انتصار جماعة الحوثي، حتى جماعة الحوثي أيضا تعرف هذا يعني. وايضا من الناحيه العسكريه الذي يعمل في الجانب العسكري والمحللين العسكريين يعرفوا هذا. بالنسبه للضالع، جبهة الضالع ان شاء الله لن تكون كما حجور، لانه يعني لعده عوامل. العامل الاول ان جبهه مفتوحه وفي ظاهر موجود، يعني في دعم من الخلف موجود، في معسكرات موجوده داخل متدربه، وايضا الى جانب ابناء المنطقه، والخبرة الموجودة أيضا لدى أبناء المنطقة في القتال لهم فترة طويلة في هذا الجانب. ولهذا لا أعتقد أن سيناريو حجور سيتكرر في الضالع، ويعني يفضل أنه الميليشيا الحوثي أن تسحب أفرادها من هذه المناطق، وأن لا يعني تضحي بأولاد الناس في معركة خاسرة. وفي الأخير الدماء سواء في الجيش الوطني والمقاومة وغيرها هي دماء يمنية، والدماء التي من المغرر بهم في جماعة الحوثي أيضا دماء يمنية. نتمنى أن تعي هذه الجماعة. نعم وأن صالح وأن المبعوث الأممي وأن الآن وأن, نعم. وأن, إيش وأن يعني تعود إلى رشدها. نعم صالح، المبعوث الأممي الآن يصل صنعاء لمحاولة إنقاذ اتفاق ستوكهولم. برأيك هذه المحاولات الاتفاق فاشل، عجزت الأمم المتحدة عن تنفيذه على أرض الواقع، على ماذا يدل؟
والله كثرة التردد، تردد مندوب الأمم المتحدة على صنعاء دليل على أنه للأسف يعني كمندوب ليس عند مستوى المسؤولية بصراحة يعني. يعني كثر المراضاة وكثر التعديلات وكثر هذا، يعني أعتقد أنه هذا يعني يضعف من دور الأمم المتحدة، ويظهر الأمم المتحدة على أنها يعني عبارة يعني بل يعني الرأي العام المحلي والدولي سينظر إلى الأمم المتحدة على أنها لا تعمل على إيجاد الحلول، وإنما تعمل على إيش؟ على استمرارها. كثرة التردد على صنعاء، على الحوثيين في صنعاء، وكثرة التعديلات على اتفاق الحديدة، هذا يعني يشير على أن الأمم المتحدة حقيقة لا تقوم بدورها، وأن دورها ضعيف جدا، وربما أيضا مساند للميليشيا. نعم، بالنسبة الآن هناك استعدادات لعقد جلسة للبرلمان في سيئون. نعم. برأيك ما هي الأهمية لعقد جلسة البرلمان في هذا الوقت؟ السلطة التشريعية تعتبر السلطة الثانية يعني، تمام، بل تعتبر ركيزة الدولة، وبالتالي استئناف جلسات مجلس النواب في سيئون سيعطي زخم جديد يعزز من دور تواجد الدولة. نعم. سواء من حيث الجانب الرقابي أو الجانب التشريعي، وبالذات الجانب الرقابي، لأن حقيقة نحن كيمنيين بحاجة إلى مجلس النواب ليراقب أداء الحكومة. الحكومة خلال الفترة الماضية تعمل بدون رقابة، وأيضا الحوثيين مستغلين هذا الفراغ الموجود، ويعني يقوموا بعمل جلسات للمتواجدين أو المفروض عليهم بالإقامة الجبرية في صنعاء، ويعني إعطاء صورة للعالم أنه مجلس النواب هو في صنعاء. وبالتالي استئناف جلسات مجلس النواب في سيئون ستسحب البساط من تحت أيدي الحوثيين، ويعني تصبح لهذه السلطة دور إن شاء الله دور جيد، وسواء في كما قلت قبل قليل سواء في الجانب الرقابي أو الجانب التشريعي أو من حيث تعزيز إيش؟ تعزيز تواجد مؤسسات الدولة. نعم، أعود إلى ضيفي عبر الهاتف المحلل العسكري جميل المعمري. بالنسبة الآن لتوقف الجبهات في مختلف نقول مواقع التماس التي كانت تقوم هذه الجبهات بمعارك لمواجهة الميليشيات الحوثية توقفت، كيف تفسر ذلك؟ طبعا بالنسبة لتوقف الجبهات هذه معضلة نحن نعاني منها منذ اندلاع المعارك مع تلك الميليشيات. نستغرب من توقف هذه المعارك سواء في مناطق المتواجد فيها الجيش الوطني أو مؤخرا حتى بالنسبة التي توقفت على مشارف مدينة الحديدة. لم يعد هناك جدوى من الاستمرار في المفاوضات بعد أن تنصلت الميليشيات من كل الاتفاقات وما وقعت عليه سواء في ستوكهولم أو في غيره من الاتفاقات التي يحاول مارتن جريفيث إيحاء المجتمع الدولي أن هناك عملية مستمرة. لا توجد هناك عملية سلمية مستمرة، هناك تعنت واضح من قبل الميليشيات في كل المواقع. يجب هنا على الجيش اليمني وعلى المقاومة المشتركة أن تحسم معركتها وأن تتحرك بقية المناطق سواء في مهم أو في الجوف أو في صعدة أو في البيضاء. كل المحافظات الآن متوقفة، لا ندري ما هي الأسباب. هناك من يقوم بالضغط سواء هنا وهناك لإيقاف المعارك، لكن معركتنا نحن كشعب يمني كجيش يمني مع هذه الميليشيا. يجب أن ندرك أن الوطن الآن ينادي لمن هم في الجبهات من أجل استرداد الدولة، من أجل استرداد الكرامة، من أجل استرداد الدستور والقانون وحقوق الناس التي استطاعت الميليشيات نهبها، واستطاعت أن تقضي على كل شيء جميل في هذه الدولة. إلى متى سنستمر يعني نعاند بعض؟ إلى متى سنستمر في كل جبهة تحاول أن تتآمر على الأخرى؟ هناك يجب أن نوضح للشارع اليمني، ويجب أن يعي الشارع اليمني أن هناك من هم يتآمرون من تحت الستار مع الميليشيات، ومن هم يحاولون البيع والشراء
بمقدرات هذا الشعب، يجب أن يصحي هؤلاء وأن يعوا جيدا أنها أن المعركة اليوم معركة مصيرية، إن لم نتحد جميعا من أجل في حالة اشتعال عدة جبهات أو نقول أكثر من جبهة، برأيك هل سيقوم ذلك بتشتيت قوى الميليشيات الحوثية العسكرية؟ بالتأكيد عزيزتي، الجبهات إن اشتعلت في كل المناطق لن تكون هناك شيء يسمى ميليشيات الحوثي. كم عدد ميليشيات الحوثي وكم عدد مقاتليهم؟ نحن يعني الميليشيات الحوثي تحاول عبر إعلامها ومن يؤيدها أن الترويج أنهم بعبع، وأنهم يا عزيزتي لو كان هناك قوة لدى الميليشيات لأستطاعت على الأقل إيقاف الزحف في خلال أسبوع قطع أكثر من 100 كيلو باتجاه الحديدة. هذا دليل قطعي أن هناك عندما توجد إرادة لدى الجيش أو لدى المقاومة اليمنية باستطاعتها أن تنهي ما يسمى بالميليشيات الحوثية. لكن نحن نعي جيدا ويعو من هم مهتمين في الجانب السياسي أو في الجانب العسكري أن هناك من يلعب بتسيير وإيقاف المعارك عبر الريموت أو عبر الاتصال. هذه الأمور أصبحت واضحة، وإلا لماذا يتم توقيف يعني عزيزتي حتى الآن في الجبهات المواجهة في الصفوف الأمامية مع ميليشيات الحوثي، إن زرت المواقع هذه ستجدين أن الجندي لا يملك أكثر من 15 طلقة آلي، يعني بمعنى أنه في الواجهة الأمامية ولا يتم تزويده لا بالذخيرة ولا بالسلاح. هذه المؤامرة موجودة من بعض القيادات العسكرية التي تتاجر بالحرب في اليمن، والتي تبيع اليمن من أجل مصالحها الذاتية ومصالحها الشخصية، هي الآن مستفيدة من هذه الحرب، ولذلك تسعى إلى إبقاء المعركة بهذا الشكل. هناك من يتآمر مع ميليشيات الحوثي بالانسحاب من مواقعهم والبيع والشراء، ومن ثم يستعيد المواقع في بعد أيام، بعد 3 أو 4 أيام، وهذا واضح في مناطق كثيرة سواء في مأرب أو الجوف أو غيره. نحن هنا يجب أن نفضح مثل هذه المؤامرات على من هؤلاء القيادة أمام الشعب اليمني، ويجب أن يعي الشعب اليمني أن هناك من يتاجر بقضيته وأن هناك من يتاجر بمعاناة هذا الشعب، وإلا لماذا كل هذا التوقف في كل هذه الجبهات؟ لماذا لا يتم التحرك بشكل عاجل وبصورة حقيقية من أجل تحرير المناطق؟ أنا أعتقد أنه إن تم إشعال كل الجبهات في توقيت واحد لن تستمر الميليشيات الحوثي في التواجد أكثر من شهر على كل بقاع أو جغرافية اليمن، ولهذا هناك من يعمل على إبقاء هذه الميليشيات من أجل مصالحه الشخصية ومن أجل ابتزاز أيضا دول الخليج، دول التحالف التي ساعدت سواء بالمال أو بالسلاح أو بالعتاد، وأصبحوا يبتزون هذه الدول و يحاولون الاستفادة من هذه الحرب لمصالحهم الشخصية. نعم. المحلل العسكري جميل المعمري، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي في الاستوديو. صالح، بالنسبة الآن هناك الآن ترتيبات واستعدادات لعقد جلسة البرلمان، في حال انعقاد هذا البرلمان وأول جلساتها تؤخذ، برأيك ما هو المقرر أن تقوم به؟ كما قلت في قبل، يعني انا اعتقد انه ان يظهر مجلس النواب، انا شخصيا كمواطن يمني عندما ساشاهد اول جلسه لمجلس النواب يعني المعنويات لدي كمواطن سترتفع حقيقه. ان انا انظر بعد غياب طويل للهيئه التشريعيه التي اصلا هي متحدثه باسمي كمواطن، تمام، وهي الجهه الرقابيه المتحدثه باسمنا جميعا كمواطنين، تمام. هذه هذا يعني بداية سيكون أشبه يعني بعودة روح، يعني السلطة التشريعية هي روح الدولة، هي روح الدولة، فإذا عادت الروح بإذن الله عز وجل ستعود الدولة إن شاء الله. المطلوب من الهيئة التشريعية أو مجلس النواب في المستقبل القريب أن يراقب أداء الحكومة، أن يراقب أداء الحكومة ويراقب أداء الوزارات الوزارات المهمة اللي المفترض الآن أنها يعني تسمى وزارة الحرب، زي وزارة الدفاع، وزارة الإعلام، وزارة الخارجية، وزارة حقوق الإنسان، وغيرها من الوزارات التي المفترض أنها تتحرك. حقيقة دور الحكومة دور سلبي للغاية، وأتوقع في المستقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى عندما يبدأ مجلس النواب بالعمل والرقابة
أتوقع طبعا إن شاء الله أن يتحسن أداء الحكومة وأن تستعاد روح الدولة مجددا إن شاء الله بعد أن يعني استمرت الدولة في سبات عميق خلال السنوات الماضية. نعم. الصحفي صالح حصريمية، شكرا جزيلا لك، وأشكركم أيضا مشاهدي الكرام لحسن المتابعة، وحتى الملتقى في أمان الله.